في نفس السياق مدرب تونس قال لك ليس لدينا خيارات كثيره سوى الفوز. اكيد طبعا، لانه النهارده تونس ما عندهاش ولا نقطه. فلما خسرت النهارده، لما خسرت امام انجلترا عقدت موقفها. نبيل معلول قال لك لازم اكسب، ما هو ده طبيعي، لان انت لو اتغلبت النهارده امام بلجيكا يوم بكره هتعقد موقفها، خلاص هتودع، يصبح رابع منتخب عربي. وبعد ما كنا اتفائلنا خير ان في اربع منتخبات عربيه في المونديال، ثلاثه منهم خرجوا، ان شاء الله المنتخب التونسي يواصل المسيره، حقق نتيجه كويسه امام بلجيكا. بلجيكا طبعا منتخب عظيم. معلول قال ان بلجيكا هي المرشح الاول في المجموعه، ان شاء الله نكون تخطينا الاثار السلبيه اللازمه من انجلترا. لازم يا جماعه نركز، يعني المباراه تونس وانجلترا الدقيقه 90، هاري كين اخطر مهاجم في العالم، اخطر مهاجم في العالم، واقف لوحده في الستة ياردة بيعمل ايه؟ ليه مفيش رقابه؟ ليه مفيش تركيز؟ لازم يا جماعه نركز. الكلام ده موجه للمنتخب التونسي. معلول قال ليس لدي خيارات كثيره، لازم اكسب المباراه على ملعب سبارتاك في روسيا. قال معلول المنتخب البلجيكي هو المرشح الاول، وان شاء الله نكون تخطينا دي، قلنا خطوره بلجيكا في خط الوسط اكثر من الهجوم، ومنتخب كبير بدون ادنى شك، ونستطيع ان نوقف النشاط الهجومي للمنتخب البلجيكي. تونس خسرت المباراه الاولى في المجموعه امام انجلترا. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب التونسي، يقدم مباراه طيبه جدا امام بلجيكا.